بصراحه مش عاجبني الوضع. لما بتخشوا تتفرجوا على الفيديو ما بيعجبكمش او بيعجبكم قولوا في الكومنتات يا جماعه، اعمل لايك او ديسلايك وسلم المسج يا صديقي، عرفني الدنيا بالنسبه لي عامله ازاي، اكمل ولا نقفل على كده ونشيل البضاعه الخضراء دي ونرجع الشقه زي ما كانت. دي مش رسالتي، دي احنا جايين نتكلم على سنه زين الدين زيدان، ما تصدقش اي حاجه يا صديقي، احنا كده مكملين بالبضاعه الحلوه دي لحد ما ربنا يفركها. بص يا صديقي، زين الدين زيدان بعد ما كل الكلام الكتير قوي اللي بدا يتقال في الاعلام والصحافه ان زيدان زهق وان زيدان خلاص اتخنق من التدريب وان زين الدين زيدان فيرنتونو بيريز شاف ان هو مش قادر ان هو يبني فريق جديد وان زين الدين زيدان هو اللي كان بيحب اللعيبه وزين الدين زيدان هو اللي اعاق تطور ريال مدريد، زيدان قرر ان هو لا 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 انا لازم ارد على الكلام ده. مع اني كنت عامل فيديو من 10 ايام كنت بتكلم فيه حوالين قصه رحيل زيدان اللي قبل ما الدوري ما يتحسم وقبل ما الدوري ما ينتهي، قلت لك ان زيدان كده كده ماشي، اوعى تصدق ان بيريز هيحاول ان هو يقول لك ان انا ممكن اقعد زيدان او امشيه. زيدان خلاص كان قرر الرحيل لانه خلاص الراجل جاب اخره من التجربه مع فيرنتينو بريز. الراجل قرر يوصل رساله لجمهور ريال مدريد والانديه اللي مهتمه بالتعاقد معاه وكمان للمدربين اللي قاعدين مستنيين يشوفوا هو زيدان مشي ليه من ريال مدريد، وهل هنكمل هنروح احنا مكان زيدان هناك في ريال مدريد وهنعمل ايه مع فيرنتينو بريز؟ المشكله كانت في زيدان ولا بريز؟ فزيدان وصل رساله للكل، وصل رساله للانديه المهتمه بالتعاقد معاه، حال انا ما زادش من التدريب يا جماعه، انا ما عنديش مشكله مع التدريب، انا لسه صغنطوط 48 سنه ممكن ادرب اي فريق عادي، خلاص يا جماعه انا ما زهقتش من التمرين ولا اي حاجه، مستني اي عرض يجيني بكره يا جماعه، ما فيش اي مشكله لو جالي اي عرض انا متاح حاليا. الجمهور وصل لهم قال لهم بصوا انا من وقت ما استقبلتوني من 20 سنه وانتوا اظهرتوا حبكم لي وانا كمان حبيتكم وانا كمان مؤمن بيكم وعارف كويس قوي ان انتوا المدرب اللي ما ياخدش بطوله لازم يمشي. انا لو مشيت من سنتين في عز مجدي كنت عارف كويس قوي ان الفريق ده محتاج تجديد، كنت عارف ان الفريق محتاج تجديد دماغ، وكنت ماشي عشان خاطر مصلحه ريال مدريد اولا. ولما رجعت كان مفترض ان احنا هيتم دعمي وهيتم مساعدتي ان انا ابني فريق للمستقبل او ان انا ابني اي حاجه حتى للمدى القريب، بس مع الاسف لم يؤمنوا بي، لم يعودوا يؤمنون بي. ما كانوش مؤمنين ان انا اعرف ابني فريق، مع اني بفهم في الكوره كويس. اول كده، قال لك انا افهم كره القدم ومتطلباتها. هم ما كانوش مؤمنين بيا، ما كانوش عارفين ان انا ممكن اعرف ابني فريق، فما ساعدونيش. ما ساعدونيش ان انا ابني اي حاجه. المشكله كلها ان هم نسيوا كل حاجه انا قدمتها، نسيوا البطولات اللي انا خدتها، نسيوا الايام الجميله اللي كانت بينا، نسيوا العشره، نسيوا كل حاجه، حاسس بجد ان هو كان محتاج تامر حسني يقول له كفاياك اعذار وخلص عشان ننجز بقى. بيقول لهم يا جماعه بصوا انا من الاخر كده فيرنتينو بيريز قلب عليا، وانا كنت بتمنى ان علاقتي مع فيرنتينو بيريز تكون جيده، ما توصلش للمرحله اللي احنا وصلنا لها اخر ست شهور دي، احنا وصلنا لمرحله كانت سيئه جدا، وما ينفعش ان انا يتقال عليا ان يتم اقالتي والكلام على اقالتي لو ما خدتش بطوله، ما ينفعش انا زين الدين زيدان مش بعد كل مباراه اخسرها وتعادلها يطلعوا يتكلموا على رحيلي، ما ينفعش كده يا جماعه احنا بنهرج ولا ايه؟ انا زيزو برضه يا جماعه عيب يا جماعه. حاسس ان زيدان كان بيفرش لهم البلاء اللي هو ايه يا اسطى ما هيكلموا على رحيل مين؟ ما انت عمال تخسر هيكلموا على ايه طيب؟ بس عادي مش مشكله. زيدان قال لهم بصوا انا ما عجبنيش في اي حاجه في التجربه دي غير اللعيبه، انا اتعاملت مع اللعيبه واوضه اللبس كانت محترمه ووقفتهم جنبي دي مش هنساها، ويمكن هي اجمل حاجه حصلت في التجربه الثانيه ليا مع ريال مدريد اللي هو بريز ده راجل ابن 60 تيت، انا اللعيبه دي هو الوحيده اللي انا استفدت بيها من التجربه دي. المشكله كلها بالنسبه لي كانت مع مين؟ مع هذا البريز. هذا البريز يا كونتي، كونتي انت لسه ماشي من انتر عشان عندك مشكله مع الاداره، لو جيت هنا هذا البريز هيكهرب اهلك، مش هجيب لك لعيبه ولا يعمل معاك اي حاجه، والميركاتو هيبقى يا دوبك على حنين كده، ده انا قاعد يقول لي اعمل لك جلاكتيوس وفي الاخر رسك على فينيسيوس وايدن هازارد اللي لسه قاعد في المستشفى، وكمان جاب لي الاسطوره رودريجو اللي هو فينيسيوس ورودريجو وهازارد، هو ده الجلاكتيوس عم بريز ولا ايه؟ انت نسيت ولا ايه؟ بصوا اهو الرساله وصلت اهي، وصلت اهي يا جمهور، انا ماليش دعوه، هو قال لي ان احنا هنبني فريق وما ساعدنيش على كده، يعني انا اللعيبه دي ما كنتش انا بحبها ولا اللعيبه اللي ماسك فيها ولا اي حاجه، هو قال لي ان احنا هنبني فريق بس لما جابني ما بنناش اي حاجه، وانا اتصدمت بكده. واعلام احنا لما كنا بنعمل مؤتمرات صحفيه كنت بتقعدوا تسالوني حوالين اللعيبه اللي هتكمل واللعيبه اللي هتمشي ومشاكل الاداريه والسوبر ليج، ما كنتوش بتتكلموا معايا في الكوره يا اعلام، انتوا جزء من الازمه برضو، اللي هو تحس ان زين خلاص قرر يتقفل على كله بقى، اللي هو انا كنت قاعد وساكت خلاص بقى انا هقلع لكم مالطه ولاد الجزمه وادخل لكم خناقه بقى وحرب. بس بصراحه انا عجبني والله لما اداره تطلع عامله معاك كل الغلط ده وانت تكون ساكت وتبين لجوك كل المشكله فيك، لا يبقى بجد انت المشكله فيك انك ما طلعتش واتكلمت، انما زيزو
ده مش كرشم لهم بس، ده زيدان قرر يفرش الملايه بجد والله. بريز ده اللي هو خلاص يا انا جبت اخري منك وجبت ابو ناهيه، هطلع افتحك قدام هذا الكوكب كله واقول عليك ان انت اللي افتريت عليا وان انت اللي خدعتني وان انت كمان سبب كل الكوارث اللي فيها ريال مدريد، غير انك راجل ما بتصونش العشره. يعني بعد كل اللي انا عملته لك ده انت برضه ما صدتش اي حاجه واتكلمت على رحيلي وقالتي. الحمد لله والله. تحس في هي رساله الشرشحه كده في عز ما احنا قاعدين فاضيين ومش لاقيين اي حاجه نتكلم فيها، جات لنا رساله زيدان للعاصمه الاسبانيه ورساله وداع جمهور ريال مدريد من قبل زين الدين زيدان علشان خاطر يقال ان دي الاسباب اللي ادت الرحيل زين الدين زيدان. فهمت يا شريك القصه ولا لسه ما وصلتلكش؟ لو فهمتها خليك كده اشيل كده وحبوب كده واعمل لايك او سبسكرايب. لو لسه ما وصلتلكش رساله فلعلك لا تكون فالنتينو بريز وتعمل ديسلايك. اعمل سبسكرايب بس، يعني بلاش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب بس، يعني مش انا نتخانق مع بعض، يعني المهم تعمل اي حاجه. طيب ولو عجبك الفيديو قول، لو ما عجبكش برضه قول.